الإنسان كوجود له أبعاد متعددة، هذا البعد الاجتماعي الأرضي، عنده كذلك بعد إلهي. البعد الإلهي هو المحور، فطرة الله. فهذا البعد في الإنسان لا يصلح له لا العلم ولا العلوم الإنسانية، فقط رسالة إلهية هي التي تغذي هذا البعد. كل الفلاسفة وكل المفكرين اتفقوا على هذا، أن الدين هو الذي يخدم البعد الإلهي في الإنسان. الإنسان في بعده الاجتماعي مر على مرحلة، المرحلة الأولى هي المرحلة الأسرية، ثم المرحلة المجتمع المدني. في النشأة الأسرية الإسلام أسس لأمور مهمة جدا، مثلا العاطفة يأخذها الإنسان من أمه، فالتكوين صنع هذه المرأة كتلة عواطف ورحمة. الآب يعلمه الانضباط. تخيل أنت إنسان لا يعيش هذه الحالة في الأسرة، كيف يخرج إلى المجتمع؟ يخرج وحشا. إذا تربى في هذا البعد الأسري وفق ما تريده الرسالة والنطفة الطاهرة، يعيش في كنف الأسرة مجموعة من التعاليم الإلهية، ثم ينتقل إلى المجتمع المدني إيجابيا، يخدم الأسرة ويخدم بني نوعه من أفراد الإنسان. فالإسلام رعى الأسرة وراء المجتمع، فهذا الدين جاء لخدمة هذا الإنسان في جميع أبعاده، وحدد محددات حتى لا يفلت هذا الإنسان. أولا الرسول يقول إياكم وخضراء الدمن، عملية انتخاب الزوجة. قيل له وما خضراء الدمن؟ قال النبتة الحسنة في منبت السوء، فلا يغرك الجمال والمظاهر، ثم الرضاعة، ثم الأكل الحلال، ثم التزام الوالدين، لأن هذه الأسوة الصغيرة غير الأسوة الكبيرة متمثلة بالنبي وأهل البيت الأئمة عليهم السلام. فالموضوع الهداية، موضوع الرسالة هو الإنسان. الله تعالى حدد هذا الإنسان قبل إرسال الرسول، إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة هنا ليس كما يتصور البعض أنه يعمر الكون تعمير الاقتصادي وغير هذا، لا لا لا، هذا من تجليات الخلافة. هنا الخلافة الإلهية، يعني هو الوحيد من المخلوقات الذي يشخص القيم الإلهية. حتى الملائكة لا تستطيع أن تشخص جميع القيم الإلهية. مثال صغير فقط، لا يمكن أن يتعين الله تعالى باسم الغفور في عالم الملائكة، لأن هناك ما في خط. يعني هذا الإنسان قد يخرج عن السياق الصحيح ويتوب، يتنور من جديد، يؤوب، فالله تعالى يتجلى بالغفور. ولقد كرمنا بني آدم. هنا التكريم ليس التكريم التشريعي، لأن كثير من الناس لا يلتزمون. هنا التكريم البنيوي، التكوين، يعني الإنسان خلق بطريقة إذا انسجم مع هذا التناغم البنيوي فيكون كريما. إذا الإنسان في بنيته كريم، ثم الشريعة تأتي وتفعل هذه البنية. من كرامة هذه البنية إنه فاعل مختار، يعني هو يرقى نحو الله تعالى باختياره، وقد يتجه نحو سوء الاختيار. إذا الكرامة هنا بمعنى البنية لا صنعه الله تعالى. إذا تناغم مع نظام الوجود ونظام التشريع يكون أحسن الخلق، يتباهى الله تعالى به أمام الملائكة.